معناته قلبك قاسي. لا، معناته انت ما بتعرفي عني شيء. بس ردك قاسي. ليش؟ يعني لازم حن لوحدة عملت اللي عملته فيه بعد ما كنت حاططها بعيوني؟ ما هو هون المشكلة. المشكلة اني انا ما بعرف شو اللي عملته. بكفيكي تعرفي انها اذتني وهزت لي ثقتي بالناس وبالدنيا وبنفسي. لساتك حاطط حواجز بيناتنا. لا والله يا سلوى ابدا، بالعكس لا حواجز ولا شيء، بس هي قصه انا ما بحب اتذكرها ولا احكيها لحدا. هي هي الحواجز يلي بقصدها. انا كنت مفكره حالي مختلفه عن غيرك. اكيد مختلفه عن غيرك، بس اتركي لي القصه على جنب، ما بحب حدا يسالني عنها. على راحتك. ما قلت لي شو اخبار السنه معك؟ كنت متفائل فيها. نص السنة بأولها ما نعرف خيرها من شرها، بس بتعرفي
مين بيعرفني منيح؟ برهوم. بعت لي ايميل بعد اللي صار بيني وبين شو اسمها، وقال لي انه انا بعرفك منيح. دور على حب لانه بدونه رح تضل حاسس بالغربه. وانت هلا حاسس بغربه؟ عم حاول ما احس الاحساس، عم اجرب ملي وقتي قدر الامكان، عم اتعرف على حالي منيح ومن جديد. شو كل مره بدك تتركيني احكي احكي احكي؟ احكي شي عن حالك بقى. انا خايف مني شوي. سناء لو سمحتي فيقيني على الخمسة ونص. تكرم عينك، نوم العوافي. اسلم ماما. شو ماما؟ جهزت القهوة؟ تفضلي. يسلموا. مروان؟ شو عم تسمع عن لما؟ لما؟ شو بدي اسمع عنها؟ ولو من ابن عمها سامر. والله يمكن ما عم يحكي معها كثير، او يمكن ما عم يحكي معها بالمرة، لأنه أبدا ما عم بجيب سيرتها. ليش نادية؟ شو في؟ ما في شيء، هيك. مجرد سؤال. بتعرف؟ ما عم بقدر أصدق كيف قصة من هذا النوع بتنهار بهي الطريقة. يعني حابة أعرف كيف لما عايشة حياتها بلا نبيل. معقول ما حاولت ولا مرة تتصل فيه؟ ولا حتى فيه مثلا؟ يعني أي شيء. هيك بكل بساطة راح وعطاها الخاتم وقال لها خلاص، خلاص استسلمت؟ لا حس ولا خبر؟ يمكن اختارت لحالها الطريق وهي مقتنعة فيه. مو معقول. لما مانا هيك. لما معدنها نظيف ومن جواتها هي كتير منيحة. وأكيد بتقدر تميز بين الصح والغلط. بس بجوز اللي عملته كان بلحظة ضعف، بلحظة جنان. والواحد بعد لحظة الجنان بحس على حاله وبيندم على الشيء اللي عمله وبيتراجع عنه. حتى لو ندمت وتراجعت، شو رح تعمل؟ لا أمي، لازم تعمل وتعمل وتعمل وتقول إنه أنا هون وأنا موجودة بأي طريقة. وأنت بتتخيلي إذا لما قالت أنا هون، نبيل رح يلاقي لها؟ ولي لا. مروان، سؤال، لو أنت محله بتلاقي لها؟ لا، طبعاً لا. أوف، ليه؟ هلأ موضوع الشقة بيتحمل نقاش، بس اللي ما بيتحمل نقاش إنها تغش وتكذب عليه. معناتها كل ما اختلفوا على قصة بتقله على عيني وبتكرم عينك وعلى راسي، وبعدين بتساوي اللي بدها إياه. وليش دائما يعني لتعمل اللي بده إياه هو؟ شو هالتسلط الذكوري؟ أنا ما عم أقول هيك، أنا اللي عم أقوله إنه يا أما بتصر على رأيها وتتحمل خلاف الناتج عن هذا الشيء، يا أما بتوافقوا. أما تقله لا وهي بدها إيه، وتقله إيه وهي بدها لا، هذا غش. بالحب والصداقة والشغل بأي شيء تاني أنا عندي خطأين لا يغتفروا، اللي هن الكذب والخيانة. أما أي شيء تاني قابل للنقاش أو التفاهم، بس بشرط وجها لوجه. يعني قبل ما أغرق بالشغل وهموم الشغل كانت أحلامي بوسع العالم وما بكفي العالم. بعدين مثل ما لك شايف صارت أحلامي تنقاس بوحدة هي الليرة، أرقام، بضايع. إيه بس الواحد بيقدر يحلم لو كان غرقان بالشغل والهم. يمكن يلي اختلف إني كنت ناضل من شان أحلامي، بس هلأ عم بتعامل معها بسلبية، ناطرتها تدق بابي لوحدها. شو لاغي الدوام المساء اليوم؟ والله انت صاحبة الرزق وانت اللي بتقرري. شو رأيك؟ بعرض عليك عرض؟ هاتي لي. شو؟ انك تستلم الإدارة العامة لكل الشركات. اوف، لك هاد موقعك، شو بدي طيرك عن موقعك انا؟ بس برضاي. ايه قومي قومي لنرجع على الشغل لشوف. ما عم بمزح نبيل. شو الحكي هذا؟ والله. يعني والله لولا ما انا مجبورة ما بقعد ولا ثانية بهذا الموقع. المؤسسة لما بتنبنى شوي شوي بتصير تملك القدرة على الدفع الذاتي، يعني بدها تمشي. فالرجعة مستحيلة. طيب، شو اللي تغير هلا؟ هلا؟ أنا عندي شخص بثق فيه وبقدر سلمه هذا الموقع. يا ستي مشكورة على ثقتك، بس ما قلتي لي شو بدك تعملي انتي؟ بدك تقعدي بالبيت؟ ايه ليش لا؟ بحط همومي بقلب غيري وبرتاح وبتفضل لحالي شوي. ايه لا ستي، ولعدة أسباب. شو هالأسباب؟ يعطيكم العافية. هالأسباب هي أولاً إني أنا بحب شغلي كثير على الكمبيوتر وحابب أتفرغ له. ثانياً الحمل هلا على قدي. يعني الحمل اللي عم تعرضيه علي كيف بدي أقول لك؟ مو من النوع اللي برغب فيه. ثالثاً هي مسؤولية كبيرة. رابعاً وهو الأهم. شو؟ شو مجنون أنا حتى آخذ قرار يمنعني أتصبح من الوش الحلو وأشرب معه قهوة كل يوم؟ كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم.
مساء الخير. اهلين مساء النور. مروان تفضل لعندي اذا سمحت. على عيني. تفضل استاذ. طمني استاذ، ان شاء الله عجبك. ممتاز، بس في ملاحظات صغيرة كثير. ايه تفضل. أول شيء بالحلقة الأولى ما بدي تذكر أي اسم أو مؤسسة أو شركة. وترك التفاصيل للأجزاء الثانية. ولو بتلغي لي الاسم وبتحط محله الحرف الأول من الاسم والكنية. الخاتمة واعد فيها بحلقات أخرى وهذا شيء منيح. بس وضح فيه إنه الأسماء كاملة والوثائق بحوزتنا وراح ننشرها تباعاً. والباقي ممتاز، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بس بدي افهم ليش يعني بدك تشطب الاسماء الصريحه؟ حضرتك طلبت مني اني اعمل تحقيق يهز البلد. مزبوط، بعدي مطالبك بهالشيء، بس كل معركه تبدا بمناوشات. خلي الحلقه الاولى تكون مناوشات صغيره وخلي تقل لقدام، بعدين هيك بصير في تشويق والناس بدها تعرف اكثر، بدها اسماء، بدها وقائع، بدها وثائق، وهدول بننشرهم بالعدد الثاني والثالث والرابع. إيه بس بصراحة هيك الحلقة الأولى حتفقد كتير من زخمها وقوتها، وإذا تركنا وخلينا عن الأحرف الأولى حيكون في إلها كتير احتمالات وكتير تأويلات. مروان أنا ابن المهنة وبتعرف أنت كم سنة صلي عم بشتغل برا بالصحافة، ترك لي تقدير هالشغلات ولا تكون مستعجل. اللي بدنا نقوله رح نقوله كله، بس بالتقسيط أحسن وأأمن وبيجيب مصاري أكتر. هاي هاتي عنك، شو هدو؟ جرنالات ديكور بتاخد عقلية برجيك عليهم. صحيح بدنا نروح. إذا خلصتي محاضرات اليوم نروح محل ما بنقعد بالعادة. أوكي يلا يلا. أنا عن جد مالي عم بقتنع، معقول رح تروحي تشوفي؟ طول بالك خالو، التراجع مانو سهل. كمان مو صعب لهالدرجة. لا تحكي لها، أعتمد على ثقتك بحسن تصرفي. شو خالو؟ يعني إذا الواحد غلط مرة خلاص ما عاد فينه يسترجع ثقتك فيه نهائياً؟ القصة أعقد من هيك يا خالو، بجوز تفكريني متمسك بالأمور بشكل مبالغ فيه. الأمر مو هيك، بس نحن من جيل وعي على زمن الحلم، زمن الشعارات. هاي الشعارات على فكرة ما رح تكون بيوم من الأيام فاضية مثل ما عم يفكروا نص جيلك. نحن وعينا على زمن الأبيض أبيض والأسود أسود. بجوز في شوية تطرف أو مبالغة، بس بكل الأحوال هالمبالغة أحسن بكتير من اختلاط المفاهيم والقيم. خالو أنا ربيت على هالقيم وأنت بتعرف هالشي منيح، لأني ربيت بين إيديك. ولو بعدين أنت أوجيلك ومع كل اللي عم تقولوا عنه ما في حدا فيكم غلط، مو من حق الواحد يغلط ويتعلم؟ ما في حدا ما بيغلط خالو، حتى جيلنا كان مهيأ يغلط أكتر من غيره، لأنه شهد انهيار هالزمن اللي عم بحكي لك عنه. وهذا الانهيار شرف معه ناس كتير، بس في ناس ما تغيروا ولا يمكن يتغيروا، بيتطوروا بس ما بيتغيروا. باختصار خالو، طالما ندماني على الطريق اللي مشيتي فيه، ليش لحتى تكملي؟ حتى بخطوات صغيرة ليش لحتى تكملي؟ أنت قلتها، خطوات صغيرة قليلة، بس لبين ما لاقي بحالي الشجاعة الكافية لأهرب بأقل أضرار ممكنة. على خير دايما. حلوين مو؟ حلوين، بس أنا بحب البيوت البسيطة أكتر. إيه بس هدول بسيطين ومودرن كمان. إيه بس أنا بحب بيتي يشبه الكوخ ويكون فيه كتير خشب، يعني فيك تقولي إنه أنا بحب بيتي يكون مثل بيوت أفلام كرتون. لك إيه إحنا حلوين، بس أنت متخيل تعيش ببيت كله خشب وليش بيعذب؟ يعني الخشب بيزقف وبيسوس وقت المطر وليش بيعذب؟ أوه زينة، أنا ما عملته للبيت، عم بقلك بحب بتمنى. ايه كيف الشغل؟ منيح منيح. انت سعيدة؟ شو سعيدة؟ مبسوطة؟ ايه مبسوطة، ماشي حالي. وشو كان اسمه هذا؟ مين؟
هذا اللي كان خطيبك؟ أنا شباب عم بيضايقك بشي؟ لا أبدا، شو بده يضايقني؟ لا بس كيف كيف بتصير يعني؟ أنا بعرف لما يكون في قصة بين اثنين يعني ممكن بعد فترة يصير في خلاف وبعدين واحد يضايق الشخص الثاني. لا لا اطمن، نبيل رجال شهم وما له من هالنوعية. منيح. يلا اياد بنمشي؟ مثل ما بدك، بس عادي؟ عادي؟ لا معلش معلش، تأخر الوقت، لازم روح. طيب. انت مرتاح؟ يعني أنا ما بدي أصدق شكوكي وحاطط الموضوع كله تحت الاختبار. بمعنى؟ بمعنى إنه كل هالكلام وكل هالطريقة ما مريحتني. شو هي أحرف أولى وبلا أسماء الشركات ومؤسسات؟ هي واضحة. معك حق. بحس الواحد إنه الزلمة رح يعمل فتاشة مو زلزال مثل ما كان عم يقول بالأول. طيب ليش ليعمل هيك بالأساس؟ والله ما بعرف. على كل حال بس لينزل العدد ببين معك. ايوه. الو مرحبا دكتور، انا سلمى. اهلا سلمى. دكتور انا خجلانه منك كثير، بس تقدر تجي على البيت؟ على البيت؟ خير لشوفي؟ قصدي بيتنا دكتور، امي تعبانه شوي وداخت قبل شوي وما قدرت انزلها عند الدكتور، بتقدر تجي؟ تكرم عينك، اعطيني العنوان بس. طيب. وكانت رح توقع على الارض ولما سندناها انا واختي، جسمها حاطت فرط حطه، قعدناها وشربناها كاسه مي قامت هديت شوي، بس باين عليها كثير تعبانه دكتور. ان شاء الله خير. مرحبا خالي. سلامتك سلامتك. كل هدول ادويه؟ انسولين شو مع السكر؟ ايه بس ما بيرتفع معها كثير، بس بضل فوق الحدود الطبيعي. وكم وحده بتاخذ باليوم؟ 15، انا بعطيها الابره كل ليله. ألو مرحبا، الدكتور سامر معك. الله يخليك يا رب، فاتحين؟ إيه الله يخليك، بدي تبعت لي شاب ضروري مشان يسحب دم بدنا نعمل تحليل سكر. إيه بس بسرعة الله يخليك. العنوان، اكتب عندك سيدي. على كل حال إذا ضيع خليه يحكي معي على الموبايل. شكرا كثير لك، الله يخليك. سلام. خير دكتور؟ بتصور هبوط بالسكر، هلا متأكد. يعني لا تخافي، بنعدل شوي بعيارات الانسولين بيمشي حال، ما في شيء بيخوف، بعدين لو كان في شيء بيخوف ما كنت شفتيها هيك. باين انت عم تتدلل عليكم. شلون بتشوفيني؟ شلون يعني شلون بشوفك؟ يعني هيك كيف بتلاقيني هيك؟ بلاقيك سيد رجال كنا. لكن ليش هالناس ما عم تقدر؟ مين هدول اللي ما عم يقدروا؟ لك انت بس دلني عليهم لحتى طالع لك عيونهم. تتجوزيني؟ شو؟ شو هذا اي كاس يا بيك؟ بزمتك بزمتك تتجوزيني؟ لا انا صار لازم امشي، اذا من تاني كاس عم تقلي تتجوزيني، التالت
شو بده يطلع معك؟ يلا استروا ما شفتوا منا. شو بدي استر؟ عم استر. رجال وشهم تضربي انت وياه. لا ممتاز، إذا بتضل هيك لآخر السنة في فرصة كتير كبيرة إنه تصير زميلة. عنجد دكتور هيك لقيتها؟ طبعا، بس إن شاء الله تضل هيك. أنا ما بحب الطب. يا ستي مثل ما بدك، المهم تجيبي مجموع عالي وتكون الخيارات مفتوحة قدام منك وبعدين ساوي اللي بدك إياه. ألو أنا دكتور، طمني. أها ماشي، شكرا كثير لك. شكرا كثير، عذبناك معنا. مثل ما توقعت السكر نازل، بس ما في شيء بخوف. انا برايي هلا ننزل جرعه الانسولين لعشر وحدات، لانه انه نوقفه نهائي انا ما بيطلع بايدي اخذ هيك قرار. لازم نحكي مع الدكتور اللي واصف لها الانسولين، دكتور السكر تبعها. ماشي، وهلا جيبي لها شيء شغله حلوه تاكلها، وبكره بعد نفس الشاب بيسحب دم وبحل لنا. يلا. ايه خالي، كيف صرتي هلا؟ لا الحمد لله انشط. ما قلت لك؟ ها ليك اتحسنت ووشها ورد بدون ما نعمل شيء، بس المهم انه الواحد ينتبه. رقم الدكتور تبع السكر معك يا؟ ايه عندي. طيب فيكي تعطيني اياه؟ بدي احكي معه بركي تفهم انا وياه. يلا ثواني. ايه خالي. مرحبا. اهلين. كيفك ايمن؟ اهلين استاذ. طمني كيف استعداداتك للفصل الثاني؟ ماشي الحال منيحه. بدي اسالك قبل ما نرجع على الدوام، شو رايك اعزمك على العشاء انت والماما وانا ولما بنت اختي؟ ها هيك عشاء من قريبه. ما بعرف، منشوف اذا. لا شو بدك تشوف، نحن رح نصير عيله وحده. طيب لحظه استاذ لشوف ماما. لا عم بحكي معك انت كرجال، انت بدك تعطيني القرار. طيب استاذ ان شاء الله. بكره منيح؟ منيح. ماشي، الساعة 9 بمر أنا ولما بنت أختي وبناخدكن وبنروح سوا. طيب أستاذ. بتوصي شيء؟ ما بدك تحكي مع ماما؟ لا أنا حكيت معك وأنت بتبلغ الماما، ماشي؟ ها؟ طيب أستاذ ماشي أوكي. شو ماما مين على التليفون؟ أستاذ سهيل. سهيل؟ ايه بس ما بده اياكي، بده يحكي معي انا. خير؟ ما في شيء، بس بكره رح نتعشى نحن وياهم. كتر خيرك يا دكتور، عذبناك معنا. ولو عذابكم راحة، عليها العافية. الله يعافيك يا رب. بكره بتصل فيكي وبتطمن عليها، ولا تترددي إذا احتجتي أي شيء إنك تتصلي فيه. شكرا. يلا سلام. الله. سلام زينب. الله معك. مهون دكتور. شو هالسامر هاد؟ غير شكل. استحملي. عمك عمك. الو. كيفك سلمى؟ اهلين دكتور. شو طمنيني كيف الوالدة؟ لا الحمد لله لك، قاعدة قدامي متنشطة وما احلاها. ايه الحمد لله. دكتور سامي سلميلي عليك. بتسلم عليك. الله يسلمها يا رب. سلمى ما بدي وصيكي، ها اي شيء بدك اياه بتتصلي فيه فورا. خلي لي اياك الدكتور، انا هلا رايحة على الفيلا. خدي لك اذن يوم تاني. ما رضي عدنان بيك، اصلا بالزول اللي اعطاني اذن امبارح. على كل حال ما في شيء بيخوف، وبعدين زينب ما شاء الله حواليها صبية. شكرا كثير دكتور. الله معك، باي باي. ابن حلال هالشب. شو حابب تدرس بالجامعة؟ ما بعرف لسه بكير. يعني هيك بشكل مبدئي، شو رغبتك؟ جابال ادرس معلوماتي. عظيم، ان شاء الله يا رب. ايمن هوايته الكمبيوتر ودائما بيطلع على احدث التطورات. معناتها لازم تركز على الرياضيات منيح، لانه الرياضيات هي اساس هذا العلم. التفكير الرياضي اساس الابداع بمجال المعلوماتي. لنشوف شو عامل بالفحص النصف. شو خاله؟
ما في واسطة أو شوية مونيا مشان تقول له علامته لأيمن قبل الفحص؟ أصلاً أيمن ما بيحب عمله بهالطريقة. ولا شو؟ بكل الأحوال أنا واثق من النتيجة، أنا عامل كثير منيح. إن شاء الله حبيبي. إي لما سمعت إنك قدمتي آخر كم مادة عندك. إي والله. وكيف؟ شو التوقعات؟ الحمد لله الأمور ممتازة، هلا إذا ما صار أي مفاجآت طارئة فأكيد بتخرج هاي السنة إن شاء الله. إن شاء الله. يا جماعة مثل ما بتعرفوا نحن بعد شوية وقت إن شاء الله رح نصير عيلة واحدة وبيت واحد، وطبعا رجال هالبيت هني أنا وأيمن وما عنا مزح بهالشغلات. منو لازم تعرف إنه غلاوتك عندي ما لها حدود، وإنه أنت رح تبقى دائما الرقم واحد بالنسبة لماما. أنا يا دوب حجزت لحالي رقم اثنين وما عندي أي طموح أتجاوز الرقم. كون واثق انك رح تحتفظ بحريتك وبنمط حياتك اللي متعود عليه وبكل ثانية من وقت ماما، ورح يزيد عليك كمان اهتمام ومحبة إضافية مني ومن لما. بجميع الأحوال اللي عم يصير جديد طبيعي انه نواجه شوية صعوبات صغيرة، بس إذا قبلت حكي بحب وقبلت إيد الصداقة اللي عم تمد لك ما بيبقى عنا شي صعب إطلاقا. استاذ سهيل انت بتعرف قديش انا بحبك. تسلم. بدي استاذ ما بعرف كيف بدي اقولها، يعني ما بديك تعاملني كانه، والله ما بعرف كيف بدي اقولها استاذ. انا ما عندي مشكله جواتي، يعني يمكن كانت رده فعلي الاولى يعني لاني فكرت بالاساتذه ورفقاتي والمدرسة. ليش في شي غلط عم يصير لا سمح الله؟ لا استاذ لا سمح الله، يعني هيك الناس، مو ضروري يكون الشي غلط حتى تستلمه وتاخذ موقف منه. بس ماما نحن بعمرنا ما تعاملنا مع حكي الناس كأولوية. بعرف ماما بعرف، انا مو قادر افسر منيح الشي اللي حاسس فيه. الشي الوحيد اللي متأكد منه انه انا قررت افصل بين هالموضوعين، يعني الشيء اللي عم يصير صح وحلو وأنا مبسوط فيه. إذا له أي نتائج إلى علاقة بالناس أو بالمدرسة رح أعرف شوي شوي كيف أتعامل معه. يعني أستاذ سهيل ما عندي أي مشكلة مع البيت اللي عم تحكي عنه، يمكن تكون المشكلة براته. هذا الحكي كتير صريف يا أيمن، بس رح أقول لك شغلي بشكل عام ما بتخص حالتنا وبس. أنا لحتى تجاوزت مرحلة الاهتمام برأي الناس علمت حالي فكرة صغيرة كتير، أني أخذ خياري وكون واثق فيه. ثقتك بخيارك بتعدي الناس اللي حواليك وبتخليهم يعملوك باحترام إن عجبنا الخيار أو ما عجبنا. هذا حكي كتير حلو أستاذ، بس كبير علي شوي، يعني قديش بده الواحد اللي يوصل اللي يقدر يعمل هيك؟ يمكن، بس مو غلط كمان الواحد يحط قدامه نموذج ويحاول يوصل له. وإذا حطيت النموذج براسك رح تقرب منه شوي شوي. وبموضوعنا طالما أنت مرتاح لفكرة البيت فلا تخجل منها وتخبيها براته، تعامل معها على قد راحتك تجاهها. صدقني ساعتها الكل رح يتعاملوا مع موقفك باحترام. أما بس يشوفوك ملبك وخجلان من شي قصة ساعتها رح يستخفوا بموقفك وتسمع أشياء تزعجك وتضايقك. أي أيمن بتعلمني على الكمبيوتر؟ ايه ايه طبعا، اذا بتساعديني بالفرنسي. اتفقنا. ايمن طمني ماما، كل شي حكيته حكيته من قلبك ولا مسايرة؟ بتعرفي ماما يلي عم يصير خلاني اكتشف اكثر واكثر قديش انا بحبك. انا وعيت على الدنيا وانتي هيك، كنتي دائما شايله همي ودائما عم تفكري فيني وبمصلحتي ونسياني حالك، بس انا كنت شوف وحس قديش انتي حزينه وعم تتعذبي. بهالفتره
أول مرة بشوفك مرتاحة هالقد، وأنا ما رح ضايقك ولا حرجعك لهديك الأيام. لك حبيبي أنت منين عم تجيب كل هالحكي؟ تربيتك ست أم أيمن. صفية بتجنن وأيمن شب بياخد العقل. بس أنا بعد ما سمعت حكيك مع أيمن خطر على بالي سؤال، يعني هو السؤال مو جديد خالو، بس لما بتقرب الأمور تصير جد بينسأل. أنت رح تنزعجي إذا صرنا عيلة واحدة وبيت واحد؟ خالو شو هالحكي هاد؟ طبعاً لا، ما بعرف كيف دير لك القصة. أيمن لأنه طالبي بحسه أنه طفل، بس اليوم وأنا عم بحكي معه حسيت حالي عم بحكي مع شاب، يعني شاب وأنت صبية وبيت واحد. تركيبي خالو ما بعرف شو بدي لك. خالو أنا دائماً كنت أقول أن يمكن كل العائق اللي منعك ترتبط وأنت كنت تقلي لا، لا ترجع لي هيك إحساس الله يخليك. لا خالو مو قصة عائق، بس يعني الموضوع كأنه في إحراج شوي. هو جديد بس الواحد بيتعود عليه. بعدين هذا الشاب اللي انت عم تحكي عنه لساته صغير نسبيا يعني، ولبين ما يصير شاب عن جد بكون انا تيسرت على بيتي، ولا ان شاء الله مفكر اني قاعده عندك على طول. لا يا خالو انا ما بدي اياكي تفكري هذا الشيء المنطقي والطبيعي. طيب اميني هلا بالمستقبل، خلينا بالوضع الراهن. في شيء ممكن يزعجك بهالموضوع؟ ابدا خالو، ايمن بالنسبه لي مثل اخي الصغير، وهي الشغلات اليوميه يعني بدها وقت حتى الواحد يتعود عليها. اي صحيح حكيت مع روبا ويمكن روح بارك لها بهاليومين، عتباني علي كثير لاني ما رحت على عرسها. يا ريت رحنا يا خالو. خالو انا ما منعتك، بس انا شخصيا ما بحب الاعراس، كان فيك تروحي لحالي، بعدين لا تزعلي مني الجماعه ما بعرف. طيب تصبح على خير. وانت من اهلي. لازم نروح على السفاره مشان نعرف شو صار. ما رح روح اصلا، اذا قبلوني او ما قبلوني نفس الشيء، انا ما رح سافر. والله انا بدي سافر. داني معقول تترك امك؟ امك ما لها غيرها. لسه ما خبرتها مشان ما تتضايق من هلا، بكره بس طلعت الموافقه بخبرها. هذا اذا طلعت. ايه شو ايه؟ بدي هاجر اكيد. شو كنت مفكرني عم امزح معك يعني؟ مدام روبا هون؟ اهلا لما، كيفك روبا؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. ليش معزبه حالك؟ ما في لزوم. ما في شيء من قيمتك، الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيكي. مادام تيريس تفضلي تفضلي تفضلي. شوفي كيفك؟ طمنيني عنك. يعني الحمد لله، شو بدي احسن من هيك؟ كل شيء من احسنه. ايه الحمد لله. فريد كيفه؟ طاير عقله فيني. معقوله؟ عشان مو معبي عينك مثلا؟ لا على العين والراس والله. شوفي من اولها فريد عرف انك جاي تباركي لنا، قام اكد علي مشان تضلي معنا على الغداء. لا روبا لا، شو غدا ما غدا، انا جاي ساعه زمان لعندك وراجعه. ايه لا ستي ما حذرتي، ولا بدك تخربيها بيني وبين جوزي من اولها؟ هلا اذا مشيتي بتطلع براسي انا. لا الله يرضى عليكي، بتقومي بتتصلي بخالك العظيم بتقولي له انك عند روبا وبقياني على الغداء. يلا مرحبا. اهلين مدام. اهلين. لا ان شاء الله ما بصير اي تفيل، حيكونوا على الوقت. اهلين، مع السلامه. الله معك. اهلا. شو المفاجاه الحلوه هي؟ كيفك نبيل؟ هلا باحسن احوالي. 100 الف صارت فضلي. 2 قهوه ساده لو سمحتي. شو سبب الزياره المفاجئه والنادره؟ ما في شيء، اشتقت لك. ما بظن، على الاغلب انه حسيتي اني اشتقت لك. برجع باكد عليكم انه البرهان بدي اياه تحليلي وبعدين هندسي، ما تنسوه. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا استاذ.
استاذ فواز، انا ماشي. اهلين استاذ سهيل، الله يعطيك العافيه. بتوصي شيء؟ سلامتك. سلام. الله يكون معك، مع السلامه. يلا موفق. شكرا لك. نادين؟ معقول؟ كيفك؟ صدق عيوني ولا لا؟ ايه لا اصدق، هي انا بذاتي. تفضلي تفضلي. صحيح المكان مو قد المقام، بس طالما اجيتي بدك تقبلي الواقع. حاجتك فلسفة، دخيلك. شو تشربي؟ لا ولا شيء، بس أنا هيك كنت مرقة الطريق سريعة، فحبيت أحكي أنا وياك شوي. أهلا وسهلا. سامر، أنت بعدك صاحبة أنت ولا ما هيك؟ ماشي الحال، ليش؟ يعني عندك فكرة إنه ممكن هي وإياد؟ بعرف. طب يعني أنت شو رأيك؟ معقول توافق؟ هلا بعتقد بالنهاية حتقول لا، بس هلا هي محرجة ومأسورة شوي بهدية أبوكي. هدية؟ أنو هدية هي؟ ليش ما عندك فكرة؟ لا والله، شو القصة؟ أوف، شقة. إيه شو فكرك لكان؟ أخوك بده قصر لينبلع مع شي وحدة وتقبل فيه. العمى، لشو كل هاد؟ شو بيعرفني؟ بس أخوك سامر عنده تحليل طويل عريض للموضوع. تخيله هو وتحليلاته هو التاني، كل شغلة بيعمل له دراسة وتحليل. بس العمى شو طلعت مخباية؟ لك تصور؟ ولا جابت لي سيرة؟ بتكون موصاية. أبصر. ونحن كمان شادي كأنه ما بنعرف شي. ها يا ستي، مين سائل؟ لا مشاني، ما بدي اصلا بابا يعرف اني رحت عند سامر. اوكي مثل ما بدك. ايه وناوية تقبلي؟ لو بيخيروني بين الموت وبين اني اقبله مستحيل اقبله. لا تحاولي تقنعيني بهي كمان. بهي كمان؟ ليش بشو اقنعتك انا قبله؟ شبكي ربع عم بمسح معك؟ لا عن جد، لما شو هالمسحة هي؟ يعني ما لها مهضومة بنوب؟ ولا يعني بدك تقولي لحالك انه انت كنتي كتير بريئة، عم طلع لك وسواس خناس اسمه ربع غير لك تفكيرك واقنعك بشي انت ما بدك اياه؟ لا 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 لا، انا من راسي تصرفت. ايه طبعا تصرفتي من راسك، لكن شو؟ ولا يعني هيك فكرك كلمة عم تزتيها لتمرقيها؟ شبكي ربع، انا جاي لعندك لحتى بارك لك، مو لحتى اتخانق معك. قولي لحالك. والله متغيرة كثير على الجواز يا مدام ربا. طيب انا شفتك بخير والف مبروك مره ثانيه. وبالنسبه للغدا اعتذري لي من الاستاذ فريد كثير. لا اعرف لماذا شكلت هذه اللحظه بالتحديد لحظه فاصله استطاعت فيها ربا ان تضعني في مواجهه مع نفسي. تلك المواجهة حسمت الكثير بشأن التأرجح الذي كنت أعاني منه. لقد فعل ذلك فعلا، لقد أثمر ذلك قرارا أكثر ثباتا من كل ما كنت أحاوله من قبل. انتهى الأمر، أعرف بعد الآن ما أريده، وما أريده هو الخلاص من كل ارتباط بكل ما يخص العالم الذي فتحته أمامي كلمات روبا فيما مضى. ليش ما عم بترد؟ الو زنزو حبيبتي، شو بك؟ مريضة قريب. سلامتك حبيبتي سلامتك. عم تاخدي ادوية؟ ايه لا تقلق. طيب اسمعي، اشربي عصير برتقان او ليمون فيه فيتامين سي منيح هاد، ونامي كمان. ايه برجع بحكيكي. اوكي يلا باي. الو كيفك حبيبتي؟ اشتقت لك. الله، هلا صار للرجعة للبيت معنا جديد وطعم تاني. كيف كان ايمن بالصف؟ الحمد لله، كان مبين كتير 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 منيح. الحمد لله. انت وحداني اليوم؟ ما وحداني. ليش هيك عم تقولها؟ لانه لما راحت لعند رفيقة انا ما كتير بحبها، على اساس تزورها زيارة صارت القصة فيها غدا، ما بعرف شو عدا ما بدا يعني. بسيطة، بتكون حرجت منها. لا ستي بسيطة. أي سهيل، أنا الأكل على النار ولازم أكمل شغل. شو طبختينا اليوم؟ ها
بامي ورز. بحبك كثير. تفضل. بيجي ها؟ شو عم تخوفني؟ عن جد بيجي. لا عن جد تعال. بس ليك رح استنى ليجي ايمن من المدرسه بخبره، اذا حسيته هيك مرتاح للفكره بقول لك تجي. لا صفية مو ضروري كثير. شو هاد؟ بامية؟ ربع ساعة بكون الأكل جاهز ماما. كيف كانت المدرسة؟ تمام. حبيبي اليوم سهيل لوحده، شو رأيك هيك الناظم يتغدى معنا؟ أوكي ماما. أكيد؟ أكيد. رح أتصل فيه أنا أعزمه. الو. مرحبا استاذ. اهلين ايمن. شو وينك استاذ؟ جانا بدنا نتغدى. لا ما رح جوعكم، مسافه الطريق ان شاء الله بكون عندك. اوكي استاذ يلا ناطرينك. مع السلامه. مرحبا. اهلين خالو، شو على اساس بدك تتغدي عند ربا؟ على اساس. لما؟ شو في حبيبتي؟ والله خالو هلا أنا بستاهل تنادي لي حبيبتي. طالما عم تسألي معناتها بتستاهليها.